انهيار الدينار العراقي أمام أسعار صرف الدولار بات حديث الشارع، ولا سيما التجار الذين تأثروا بشكل كبير من عدم استقرار صرف العملات. وظهرت الآثار السلبية في حركة الأسواق التي تشهد شبه شلل تسبب بخسائر للتجارة وفاقم معاناة المواطنين. شارع الرشيد في بغداد شاهد على ما أصاب الحركة التجارية وعزوف المتبضعين من التجول فيه، وهو ما دفع الكثير منهم إلى إغلاق محالهم. هذا سوق الغريري، سوق تجار، صارت شهداء التجار، سوق انطلب تجار كلهم طلبت تسديد ما عدا هذا السوق، سوق انتهى مع هذا السوق. هاي أبسط بالمجتمع هم الحمامين كراوي بيتهم ما عدوا يرجعون. احنا هالأهالي بسطيات ما عدنا عيشة، كروة للمواطن ماكو. هذا تذبذب صرف الدينار أمام الدولار أثر على القدرة الشرائية للمواطنين ودفعهم إلى الإحجام عن التسوق. والله احنا على هذا الوضع التعبان، حتى الأكل ما حد ما يجي ياكل، السوق صاعد، العالم ما عندها فلوس، الورق صاعد، اللي يجي يشتري يقول ما عندي، يجون من هنا ماكو لا شغل لا عمل، حتى احنا عمالنا نصها قاعدين، كل وجبة نقعد ناس، نطلع وجبة نقعد وجبة، يعني هذا مطعم يعني أجاره يومية ورقتين، يعني هاي 8 عوائل عايشة على هالمطعم. شلل الدورة الاقتصادية أثر على جميع مجالات الحياة، وزادت أعداد الفقراء والعاطلين عن العمل. طبعاً اليوم حال المواطن البسيط، أبو البسطية، أبو التاكسي، حتى الموظفين المتقاعدين، حال يرثى لها بسبب هذا صعود الدولار للدولار مقابل الدينار العراقي، وهي مشكلة هاي. كلما جاءت حكومة أضافت مصيبة جديدة للحياة الاقتصادية في العراق، حتى أصبح العبء ثقيلا جدا على المواطن الذي يدفع فاتورة تبعات الفساد الإداري والمالي المتراكم منذ 20 عاماً.